بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، يقول الله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقول حتى صلى الله وسلم عليه: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا فقولوا جزاكم الله خيرا. من كتاب المولى تبارك وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله وسلم عليه، ننطلق في هذا اليوم المبارك فيه سبحانه وتعالى، يوم التكريم وتقديم الشكر لمن قدم، ومع تكريم وتفوقي من ابنائنا الصف الاول الطالب احمد حسين احمد محمود. مصطفى العظيم مصطفى. الصف الثاني القسم العلمي يوسف ايمن. يوسف تفضل يا ابني. الطالب يوسف ان شاء الله ولد ان شاء الله يستنوا جاهز ان شاء الله مع السوق دي بدرس. انا بقول لك شكرا مجنون. ادهم محمد احمد محمود بكري علي دوماتيوس واحد احمد محمد امين. الطلاب اللي كرم ليكم معانا يا استاذ، الطلاب الكرم اولى وثانيه يفضلوا معانا. الطلاب اتكرموا اولى وثانيه دلوقتي يفضلوا معانا. ان الواقع يجب ان يحدونا الى السعي الجاد في التفوق